مفيش قطاع من قطاعات التنمية في مصر أو قطاع من قطاعات العمل المطلوبة في مصر إلا ما اقتحمناها. التنمية كانت المفتاح الأول للجمهورية الجديدة، علشان كده في يناير 2019 السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروع قومي تنموي في تاريخ مصر، حياة كريمة. وفي أقل من سنتين أصبح المؤسسة أكثر من 21 مقر في مختلف المحافظات، ووصل عدد المتطوعين ل 36,000 في كل قرى مصر. كان عندنا خطة واضحة مشارك فيها كل الأطراف المعنية، وقدرنا من خلالها نحقق إنجازات في مجالات كتير، وأولهم التعليم. حياة كريمة ركزت إنها تحسن الوضع التعليمي من خلال مبادرات زي راجعين نتعلم، واللي اتنفذت بتوجيهات السيد الرئيس، وقدرت المبادرة تقدم 55,000 خدمة ل 40,000 طالب. ولأن التوعية والثقافة من أولوياتنا، أطلقنا مبادرة إمتى الحياة، واللي تعتبر أكبر مبادرة تنموية شاملة، وبتشمل قوافل طبية وأنشطة رياضية توعوية وثقافية ومسرح بيعرض حلول لأهم الظواهر الاجتماعية. وعلشان صحة المصريين أولوية، نفذت المؤسسة قوافل طبية شاملة في كل المحافظات بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة المصرية، هدفها الاطمئنان على صحة أهلينا. واستفاد من المبادرة حوالي 249,648 مستفيد. كمان قدمنا خدمات مباشرة وغير مباشرة من خلال القوافل الطبية والبيطرية في كل محافظات الجمهورية بإجمالي 286,578 خدمة. وقدرنا في حياة كريمة ناخد خطوة لقدام في طريق التمكين الاقتصادي عن طريق المبادرات، ووصل عدد المستفيدين ل 37,579 مستفيد. كمان منسيناش إخواتنا من اليتيمات، اهتمينا نفرحهم وعملنا مبادرة يدوم الفرح لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، بعدد مستفيدين وصل ل 600 مستفيد، ودي مجرد خطوة والعدد لسه هيزيد. السكن الكريم هو حق الكل مصري، وعلشان كده أطلقنا عدد من المبادرات اللي بتساعد في توفير مسكن ملائم وآمن لكل أهالينا، بإحلال وتجديد 450 شقة للمتضررين من السيول في أسوان. والخدمة هدف نشر الوعي والثقافة جاري تنفيذ 140 مكتبة في جميع محافظات الجمهورية. وفي نفس الوقت ما نسيناش إن أهم حاجة التسويق الإعلامي لكل إنجازاتنا. قدمنا برنامج حياة كريمة الموسم الأول والثاني لرصد كل اللي بتقدمه حياة كريمة على الأرض. وفي الموسم الثالث رمضان 2022 كان هدف البرنامج إنه يوصل للشخصيات المكافحة في كل مكان في مصر، علشان نقول لهم شكرا وندعمهم يكملوا. ولأن الأمن الغذائي على رأس هرم حقوق الإنسان، قدرنا من 2021 لحد النهاردة نوصل ل 19,500,000 مستفيد من خلال مبادراتنا، وأهمهم وصل الخير 1 و2 اللي وفرت في رمضان اللي فات بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم 1,400,000 أسرة. وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، هنطلق أكبر مبادرة توعوية عن المشروع القومي حياة كريمة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. المبادرة تشمل ندوات في الجامعات والمدارس وزيارات ميدانية للمشروع، والهدف منها توعية الشباب وطلاب المدارس بدور وأهداف وإنجازات المشروع القومي حياة كريمة، وده علشان يقربوا من الواقع أكتر ويشجعهم على العمل المجتمعي والتطوعي. استثمرنا في شركة إبدأ ب 20 مليون جنيه، واشترينا سندات الخزانة ب 161 مليون جنيه على 3 سنين، وربطنا وديعة أسبوعية بمبلغ 10 مليون دولار، وكل العوائد والأرباح بيتم ضخها مرة تانية للقيام بمشروعات تنموية لخدمة أهالينا الأكثر احتياجاً.
خصوصا في ظل الظروف الصعبة، ولأننا مؤمنين بأن حياة كريمة هي حق لكل المصريين، هنفضل نشتغل لحد ما نحقق هدفنا.